Donc c'est un moment d'hommage et Monsieur le ministre va décerner le trophée de l'édition, le grand prix de la Comédie africaine. أولا نشكركم على وجودكم معنا اليوم. علاش كنشكركم؟ لأنكم نتوما خصكم يعني يكون واحد الاجتهاد من طرف الصحافة باش نقويو الوجود ديال الثقافة المغربية على الصعيد الوطني وهنا اليوم في مدينة الرباط كعاصمة للثقافة الإفريقية وكعاصمة للثقافة المغربية بحق لأن سيدنا الله ينصره عطا هذا لو تيتخ اللي هو كنعتبره مهم وخصنا نحافظوا عليه بالطبع. نحن في وزارة الثقافة زائد مجموعة الأنشطة اللي عرفتها الرباط هذه السنة اليوم نحتفل بالشعر ما كانش ممكننا يعني ننساو الشعر والمجال والدور اللي كيلعبوا بالنسبة للشباب بالنسبة للشابات في واحد الوقت ما كانش الموسيقى كان غير الشعر ويعني الاعتراف بالدور اللي لعبوا الشعر على الصعيد يعني في تاريخ الأدب وتاريخ الثقافة في العموم مهم جدا واليوم نحتفل يعني بالشعر الافريقي والمجال ديالو لان الشعر هو طريقه ديال اللي كنعبروا بها على اراء على افكار بعض المرات على مواقف فلهذا وزاره الثقافه يعني مع شريك ديالنا مع شركاء ديالنا يعني بغينا يعني نركزوا على هذه النقطه اللي كنعتبروها عندها واحد الاهميه خاصه ومازال ان شاء الله باذن الله غيكون مجموعه الانشطه اللي قبل ما ننهيو هاد الاحتفاليات ديال الرباط كعاصمة الثقافة الإفريقية ولما لا نستفدوا من هاد الاحتفالات اللي عرفتها الرباط باش البعض من هاد المهرجانات تولي مهرجانات قارة اللي تعرفها مدينة الرباط باش الرباط تكون واحد الواجهة للقارة الإفريقية. Je viens donc au Maroc pour recevoir le grand prix de la poésie africaine qui m'a été décerné par la maison africaine de la poésie du Maroc. Je suis très heureux d'être ici parce que le Maroc, c'est ma seconde patrie et parce qu'il y a des liens très forts entre le Sénégal et le Maroc. Et d'ailleurs, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, s'apprête à aller au Sénégal. Et je voudrais donc saluer le Maroc et saluer tout ce qui s'est fait ici au niveau de la culture. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الشعر الإفريقي الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبيت الشعر في المغرب في إطار الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. هذه الاحتفالات التي تتم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تقريبا منذ سنة والاحتفالات تجري هنا في مدينة الرباط لتأكيد البعد إفريقي لهذه المدينة ولبلدنا. لم يكن من الممكن أن يكون الشعر غائبا عن هذه الاحتفالات، إذن اليوم نعطي الانطلاقة لهذه الدورة الأولى التي نريدها أن تكون دورة مستمرة في الزمان وفي المكان ومن حيث الفعاليات. دورة هذه السنة تتميز من جهة بتسليم الجائزة الكبرى للشعر الإفريقي التي فاز بها الشاعر السنغالي أمادو لامين سال، وهي جائزة ثانية يضيفها بيت الشعر في المغرب للجائزة التي أحدثها منذ سنة 2002، أعني بذلك جائزة الأرجان العالمية للشعر، ونتطلع كل سنة أن تحمل هذه الجائزة اسم شخصية ثقافية أو شعرية من إفريقيا، وهذه السنة الدورة تحمل اسم الشاعر الكبير ليوبولد سيدار سانغور. الشعراء المشاركون جاؤون من عدد من دول إفريقيا وجميعهم من كبار الشعراء المكرسون المترجمون إلى عدد من اللغات ولديهم عدد كبير من الإصدارات الشعرية من موريتانيا من السودان من تشاد من مالي من الكاميرون من بوركينا فاسو والكوت ديفوار وكينيا، ونتطلع أن تشكل هذه الثلاث الأيام لحظة للتواصل والحوار والتفاعل ما بين المغاربة وما بين نظرائهم الأفارقة وتعزيز صلات التواصل بينهم كأفراد ولكن بينهم كذلك مؤسسات شعرية تتدارك ربما الفراغ الذي عشناه لسنوات طويلة في مثل هذه العلاقات.